اخوتي المغاربه اخواتاتي المغربيات، بغيت نحكي لكم اليوم القصه ديالي باش تكون عبره لواحد اخرى. اي فتاة ما ديرش الغلطه اللي غلطتها انا. انا كنت انسانه عاديه، ما مريضه، ما عندي حتى شي مرض الحمد لله. اذا بي خرجت من الدراسه ديالي، خرجت باش نخدم، ما عندي لا سونتر لا والو، خرجت للفساد. بقاو عليا البنات، يلا انت صغيره، انت زوينه، انت كذا، انت كذا. خرجت كندير علاقات مع هذا مع هذا مع هذا، كنخرج بلا بروتيكس. كاين اللي كنبغي ندير معاه البروتيكس، كاين اللي كيقول لك لا ما ديريش بروتيكس. المهم كنفقر، كان داكشي اللي شديته كنتكسابي، كنتصبط به، ما عندي لا ما عندي لا حوايج، ما عندي حتى حاجه. شفت هذوك الفلوس كنتكسا كنتصبط، شفت منهم بزاف تاع الحوايج، كنعاون بهم خوتي كانوا ديك الساعه باقيين كيقراو، كنعاون الوالده الحمد لله. اذا بي تلاقيت مع واحد السيد هو اللي تزوجت به، تلاقيت معاه تزوجنا، قال لي صافي ما عندك ما ديري بهذا الطريق، يلا تزوجي حسن لك. صافي تزوجت به، واخا دارنا ما بغاوش، قالوا لي ما عندك ما غادي ديري، انت مشيتي درتي تعيتي ودرتي فعلتي تركتي، بغات تاخدي واحد مزلوط ما عنده حتى شي حاجه. ما يمكنش الواحد دكتور غادي ياخذ وحده ما عندهاش اولا ما قارياش اولا ما فاهماش. دكتور كياخذ دكتور، مهندس كياخذ مهندسه. قلت لهم انا ما قاريه ما فاهمه ما عارفه، هذا هو اللي جابوا لي الله نتزوج به، كي قاري كي باقاريش، المهم نتزوج به. سرني لقى اللي يجيب لي لقمه العيش. انا عييت من الزنقه، عييت من الدوران، عييت. هذا يلوحك لهذا، هذا يعطيك، هذا ما يعطيكش، يدوروك سبعه خمسه سته، يلوحك في الطريق في الغابات، تكرفست وتعذبت. صافي قلت غنشد طريق الله ونتزوج بهذا السيد، مادام هو شاريني ومادام هو باغيني وحابني وبغى يتزوج بيا، بسم الله. تزوجت به مده 4 سنوات. ملي تزوجت به طحت بالسل، داوني السبيطار، نعست مده 8 شهور، ما قالوا لي والو، قالوا لي عندك غير السل. هزوا التحاليل ليا والزوج ديالي، الزوج ديالي ما فيه لا سل لا سيده، ما فيه حتى حاجه. انا قالوا لي راه عندك السيده، ما يمكنش. عاود التحاليل في مختبر على برا، ما يمكنش. كيفاش غادي الراجل ديالي توا عاودها؟ ما هي مره ما هي جوج، ما هي مره ما هي جوج. الوقت اللي خرجت من السبيطار خديت الدواء ديالي تقبلتها، قلت لي صافي نتفرقوا، انا ما مريض، انا مريضه، انا مصابه وانت ما فكش، سير الله يسر لك امرك، الله يسهل عليك. قال لي لا، الموت اللي كتقتل، نقدر انا قال لي نتفرق معك دابا ويضربني طوبيس اولا نموت اولا بزاف تاع الحوايج، دير تبعي الدواء ديالك وانا غنبقى مزوج بك، ما عنديش قال لي المشكل. وواساني ومهم وقف معايا، ماشي مشكل. العائله ديالي حتى هما كيجيو عندي تيقول لي الله يا ربي الله بغينا تكون فيك غير السيده، وما يكونش فيك السل، وما يكونش فيك ليباتيت ولا السرطان، راه هادو كيقتلوا. صحصحوني حتى قلت لهم، قلت لهم اودي راه داكشي اللي كاين هو اللي كاين، قلت لخوتي قلت لوالديه ديال الغلطه اللي درتها، غلطه العمر هذه هي اللي باقا الان كتجري عليا. هاد الغلطه اللي غلطتها باقا تجري عليا حتى نهار غادي نموت، باقا الان كنتعاير بهذا المرض. المهم تزوجت بهذاك الراجل، تزوجنا، درت الدواء ديالي، قالت لي الطبيبه بغيتي تولدي؟ قلت لها اه. قالت لي الا بغيتي تولدي غتبعي الدواء ديالك طلع لك المناعه، ماشي مشكل. جلست انا وراجلي مع الطبيبه، تبعت الدواء 3 شهور طلعت لي المناعه، قالت لي دابا الا بغيتي تولدي ولدي، راجل كينعس معاك على بروتيكس. قالت لي غير نعس معاها بلا بروتيكس، راه ما غتلوطك حتى شي حاجه، راه المناعه عندها طالعه. فعلا ولدت مع جوج الوليدات، ولدت مع ادم ولدت مع السي محمد الحمد لله. المهم بقات العلاقه ديالنا مزيانه، نبعدنا وما عندناش. المهم لقيت راجل، لقيت حيط، علاش غنتكا؟ جاب لي 100 درهم كنفرح به، جاب لي درهم كنفرح به، جاب لي بيمو ب10 كنفرح به، جاب لي 100 درهم كنفرح به. المهم داكشي اللي جابوا لي. المهم راه كنتسنى الراجل غادي يجي في العشيه، واحد النهار كنكتشف مو عرفت المرض، قالت لي انا ولا هي. دابا اختار خوتو بعدو منه، هو مو عزيزه عليه، عائلته عزيزه عليه. قال لي شوفي غادي نطلقك، وملي غنطلقك غادي نبقى نجي عندك وغنكذب عليهم. قالت لي مو نشوف البرا ديالها ونبرد. فعلا اتفقنا انا ويا باش غادي نطلقوا، ولكن غادي نبقاو مع بعضياتنا ومن بعدها غادي يرجعني. فعلا طلقنا، الوقت اللي طلقنا هزات امه داتو زوجاته، تزوج المراه بقات كتولد. صافي هو هز راسو مشى، ما بقيتش عرفتو فين كاين. دعيته في المخزن، ديت العون لامه، قالت لي امه الا ما بعتيش من ولدي وعطيتي لولدي اتساع غادي نفضحك في المدارس عند ولادك، وغنفضحك عند الجيران، وغنقول لهم فيها السيده تبعدي من ولدي. جيت انا العون، قلت لي صافي سيدي الله يسهل عليك. جيت في صافي جيت مكمشه دايرها في قلبي، ما يمكنش لي انا غادي نبقى تابعاه ندعيه، امه غادي تجي لي للدرب غتشوهني، غتشوه لي ولادي. تكمشت حتى واحد ما هزني، لا خوت لا والدين لا حتى شي حد. جيت كريت كايها الناس، قلت غنعيش انا مني من عباد الله. راه كاينين الناس كنعرفهم كينتقموا، انتقموا من عائلاتهم، عمروا البرا بالدم ودقوها في عائلاتهم، قالك احتقرونا عايرونا. كاين اللي قلبه حنين، وكاين اللي كيقول لا انا خليها الله. انا شحال من واحد احتقرني وشحال، ولكن لا
تنقول لا خلي الله راه كي ربما الله كيبتليني حيت انا غلطت طبيعه الحال انا غلطت وغلطت 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 طبيعه الحال راه دابا انا كنخلص لان هذا الشيء وقع لي انا خدمت في هذه الشركه وقلت للشيف سير بعد مني وما بغاش يبعد مني وقلت لي انا راه فيا السيده قال لي السيده ما كايناش في المغرب ويلي انت غليظه وشوف كيفاش دايره انت فيك السيده حيت هذيك المره اللي حاطه في الدار انا خفت عليها وخفتها تمرض وخفت على راسي حتى انا يكون فيه السكر ولا يكون فيه شي مرض اخر ويجيبوا لي لا ما نقلش لشي واحد المرض ما عمرني نقلت انا الزوج ديالي راه عاش معايا راه جايه 17 عام ولا معاه 15 عام اللي عاش معايا ما انتقل فيه لا مرض لا والو انا ما بغيتش انا ما عمرني ندير شي علاقه مع شي واحد الا كان مثلا شي واحد مريض باغي يتزوج بيا تفاهمت انا وياه وهذاك ما تفاهمتش انا وياه الله يسهل عليه لا وانا غلط حيت كاينين الناس انتقلوا المرض لوحدان اخرين وجاهم السرطان في الوالده وماتوا حيت لا درتي بغيتي تعادي انت شي واحد ربي غادي يدير لك شي حاجه اخرى انا بغيت نبدا صفحه نقيه زوينه بيضاء صافي ديك الصفحه المسخه ما عندي ما ندير بها بغيت نعيش لهذوك الوليدات بغيت انا نعس في قبري بعدا ربي يغفر ليا ويسمح ليا على داك المعاصي اللي كنت كندير واديت نفسي انا ما اديت حتى شي واحد انا اديت غير نفسي نطلب الله يغفر ليا ويسمح ليا الله غفور رحيم تيسمح للعبد ديالو وتيغفر لينا ولكن حنا ما تنغفروش وما تنسمحوش وسير حيت عطاك الله هوك وعطاك ما نعاديش شي حد وما نمرضش شي حد وربي فوق مني وانا ما تلقى ما ناكل وتنقول يا ربي نهار نبغي نمشي نفسد يا ربي قبط العمر ديالي المحنه ديالي مع المرض كلشي كيعايرني بها عائلتي تيعايروني بها خويا تيقول لي بنتي غتمرضيها ما تبسيش بنتي ما تبوسيهاش كذا من هنا كذا من هي ما تبصي لك هادي طواليت ما تمحنت بهذا المرض ندمت علاش قلتها وتمحنت وتدرني قلبي لداخل ولكن ما عندي ما غادي ندير امر الله سبحانه وتعالى ولكن الله كبير ما عندي ما غادي ندير هذا الشيء اللي عطى الله ني لا بغاني نخدم عنده ما يخليني لا نطيب ليه لا والو يعطيني اغسل الماعن ويعطيني يعطيني ابسط الحوايج يعطيني الزبل يعطيني القوادس يعطيني الطواليطات يعطيني على حسب هذا المرض ديالي اللهم نجيبها بعرق الكتاف ديالي ولا نمشي ندير شي حاجه ديال الحرام ما بغيتش الحرام ما قاداش عليه وما قاداش على الحرام بغيت نعيش هذوك الوليدات غير بالحلال كيديروا الدعاره لانهم الاغلبيه ما عندهمش الفلوس ما كايناش الخدمه على انا كنت خدامه وكان والديا في خير ولا على خير انا غنمشي مع واحد انا ما راضياش به وما حاملاش ما حاملاش كنقول ليه طفي الضو كندور وجهي عادي بيا باغا ناخذ انا هذيك الساعه الفلوس ما حاملاه ما والو ما حاسه حتى حاجه من جيتو انا باغا الفلوس فيما كانت الفلوس انا تابعه بقيت تابعه الفلوس تمرت انا من هذا المنبر كنطلب من خوتي المحسنين شي واحد يتعاون معايا في شي مشروع نديرو رعيت من تماره من 7 الصباح حتى 7 العشيه ما كايناش الخدمه اللي تخدمي فيها غير نص نهار اولا 4 السوايع ولا 5 السوايع والكرا والمصاريف اللي عنده وبغى يتعاون معايا مرحبا والف مرحبا واللي ما عندوش يعطيني غير دعيوه زوينه يدعي معايا بالله يشافيني قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي